بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين وسنة جديدة عليكم. أول لقاء في 24، وإن شاء الله النهاردة يكون اللقاء الأخير في السكند جنريشن. أنا سيكوتك أتمنى ذلك ونخلص. وعلى فكرة يعني إحنا الثيرد جنريشن مش هتاخد معانا وقت. آه لا مش هتاخد، هنقلبها هنقلبها جامد. يعني إحنا قلنا كل الكلام وتعبنا جامد في اللي فات، فمعلش يعني لو سمحت سواء أنت بتحضر معانا هنا أو بتتابعنا أونلاين اسمع الكلام اللي فات، إحنا مش هنقعد نعيد تاني. وهيتبقى لنا بعد كده الأبنورمال موفمنت واللونج أكتف. يبقى في مره سويتشنج ومره لونج اكتنج والابنورمال موفمنت، يعني دول يعملوا كم مره كده؟ قلت اربعه. لسه انسايكوتيك. انسايكوتيك هي اهم ادويه عندنا، مفيش حد منكم ما بيكتبش انسايكوتيك كل يوم، وهتفضل طول عمرك تكتبها كل يوم. هي اهم ادويه لازم تتعلمها. اتفضلي يا دكتوره نايل. طيب النهارده هنكمل ان شاء الله كده الجزء الباقي في السكند جنريشن انتي سايكوتكس. احنا المره اللي فاتت اخدنا شوط طويل جدا في الادفيرس ايفكتس، فالحاجات اللي باقيه هتكون حاجات متعلقه مثلا بالديسكونتينيويشن اللي احنا برضو اتكلمنا فيه شويه في الفيرست جنريشن، واتكلمنا على انه ان وقف انتي سايكوتك مره واحده ابربت او العيان مثلا يبيكم نون ادهيرنت مره واحده، كل الحاجات دي هتدخل العيان في مشاكل. وغالبا بيكونوا ثلاث سيناريوهات زي ما اتكلمنا قبل كده، حاجات اللي هي discontinuation syndromes او الدكتور احمد قال لنا عليها withdrawal symptoms اللي هو psychosis، تاني حاجه بسبب ان احنا بنشيل antipsychotics فممكن يحصل psychosis، وثالث حاجه هتكون ال movement disorders. طيب ايه اللي ممكن يخلي العيان يوقف؟ سواء ان العيان وقف من نفسه زي ما قلنا ان هو يبقى non adherent مره واحده، او مثلا ان يكون حصل مشكله كبيره من الدواء خلتني اوقف مره واحده ومش هيبقى فيها احتماليه للتابرنج زي الاجرانيولوسايتوزس مع كلوزابين، او مثلا المايوكاردايتس برضو مع كلوزابين، فالحاجات دي هتخليني اوقف مره واحده. مالجنت سندرومز مثلا، فالحاجات دي كلها هتعملي مشكله، وان كانت المشكله دي اقل شويه في اللونج اكتنج او الديبو انجكشنز لان هي بتفضل محافظه على الكونسنتريشن بتاعها شويه، فما بيبقاش فيها المشكله دي. الاستراتيجيز اللي بنلجا لها اللي احنا بنعمل هولد لغايه ما نقيم. اتكلمنا فقط على الهولد وهنراجع في الاخر. الكلوزابين مثلا زي ما احنا اتكلمنا فيه مشاكل كتير والمفروض ان احنا نعمل له جراديوال دوز ريدكشن، لكن زي ما قلنا احتماليه انه يكون حصل له سايد افكت زي اللوكوبينيا او المايوكاردايتس من الحاجات اللي ممكن تبقى عامله لنا مشكله، وعشان هو كمان ليه انتي كولينرجيك افكت فالكولينرجيك ريباوند فيه هيكون عالي جدا. يعني بقى الكلام اللي بتقوله نيره ده، لان الكلام ده ما حدش بيقول الكلام ده. انتي ماسكارينيك والكولينرجيك ريباوند والريباوند سايكوزيس، مين هم الانتي ماسكارينيك انتي سايكوتيك يا دكتوره نيال؟ احنا قلنا الكلوزاب بالظبط، كلوزابين ولانزابين. كلوزابين كوتايابين ولانزابين، ما قوليهم قوليهم معايا. كلوزابين كوتايابين ولانزابين، وكان في حاجات في بالظبط اي حاجه فيها بين بالظبط، دول انتي ماسكارينيك هايلي انتي ماسكارينيك. الانسحاب بتاعه بيعمل انتي كولينرجيك ريباوند. الانتي كولينرجيك ريباوند ده يعمل نوع من انواع السايكوزز، ممكن تسميه كذا اسم، ممكن تقول عليه withdrawal psychosis، ممكن تقول عليه intoxication psychosis. هو مسميه هنا super sensitivity. ليه اسامي بالهبل؟ واحد الاسامي المشهوره rebound psychosis. احد اهم علاجاته ايه يا دكتوره نيرو؟ انها restart الانتيسايكوتيك. او اهم حاجه هتدي ايه؟ انتيكولينرجيك زي ايه؟ ممكن تقول طبعا ده اشهر حاجه. هتدوه لمده قد ايه؟ اقل شيء اسبوعين. ماشي اتفضلي. طيب الديسكونتينيويشن هي معتمده، هي الحاجات اللي هتحصل غالبا شورت اكتنج ويذن دايز من الديسكونتينيويشن، وهتكون في الغالب حاجات زي ما قلنا كده كولينرجيك ريباوند وهيستامينرجيك ريباوند. فانه العيان يحصل له مره واحده كانه عنده واخد حاجه مزوده الانتي الاسيتال كولين كتير، فيحصل له دايريا، نوزيا، فوميتنج، كولد سويتس، ماسل ايكس، بين، انسومنيا، انكزايتي، كونفيوجن، كل الحاجات دي ممكن تحصل اللي هي كلها عكس الانتي كولينرجيك افكتس العاديه. دي ليها تطبيق عملي علاجي. استريحي كده يا دكتوره، ان انت مش هتبقى شطاره اللي انت تدي الاولانزابين اكيوت فيز وتغيره في البوست اكيوت فيز. يعني في ناس بتعمل كده، وللاسف هي موجوده في بعض الجايد لاينز عشان نبقى صراحه. يعني مثلا في نيوزيلندا في جايد لاينز بتقول كده في المود ديس اوردر. انت لما هتكبر شويه هتقرا الجايد لاينز وتقارن وتشوف الخبره في العالم بيفكروا ازاي. في ناس بتعمل كده، يعني يدي في الاكيوت فيز اولانزابين بالذات في المود، وبوست اكيوت يبتدي يتغيره. السويتش ده مش سهل، وعشان كده هي نيره هتتكلم عنه بالتفصيل بعد كده، فما تعرضش نفسك للخطوره دي. هيبقى اشطر واحسن لو انت بتقدر تستبل المريض من الاول على حاجه ثابته، لكن لو غلب حمارك هنعمل ايه؟ هنضطر نتصرف.
وهنغطي وهنعمل وهنسويتش بالراحة وعن كروس تيبر. يا دي اخر مرة في السكند جنريشن انسى كوتك. احنا قلنا اولنزافين نستخدمه ازاي. تمام حضرتك راجع يوم على النت. دي اخر مرة. احنا قلنا اولنزافين ده كوت ده بحث. فلو حصل الويذدرول سيمتومز دي اللي هي كولينرجيك وهيستامينرجيك ريباوند، ساعتها انا هشوف العيان نفسه عامل ازاي. هي مايلد فممكن تعدي، ولا هي سيفير فممكن احتاج لها ساعتها انتي كولينرجيك زي ما قلنا لمده مثلا اسبوعين. وطبعا الحل اللي قالته نيره ده حل مهم، اللي انت ساعات لازم تريستارت الدواء حتى لو بديفرنت دوز. ساعات ما عندكش حل غير كده، لازم ترجع. ده في السايكوزس كمان اكتر. اه طبعا طبعا. هي تاني حاجة ممكن تحصل انه الـ ان انا مرة واحدة فتح يعني البلوكيد اللي كان معمول على الريسبتورز اتشال، فده يظهر لي حاجة اسمها سوبر سنسيتيفيتي سايكوزس، ان انا ده مش ريلابس بس هو يعني ما اقدرش اقول عليه ابيسود جديدة. السؤال ده سؤال صعب. تعرفي ازاي ريلابس من ده ريباوند او سوبر سنسيتيفيتي او كيميكال؟ اعتقد التايم. تايم تايم حد يشرح اشرحيها يعني. اللي انا اعرفه برضو دكتور احمد ممكن يصحح لي، لو انا حصل لي بس اول ما وقفت الدواء فده غالبا سوبر سنسيتيفيتي مش ترو ريلابس. يعني بعد لكن قد ايه انت هتسالي نفسك؟ اه ده سؤال مهم. يعني انا العيان بقى لي شهر مثلا. اه بالظبط. ينفع يبقى ده ريلابس؟ لا انا لسه تعبان. بالظبط. في ذا سيم ايبيسود، بس الفكره ان الدواء اللي كان موقف مسيطر على الاعراض كانه عمل له ماسكينج بس لما تشيلنا الدواء. الحته دي بس لو فهمتوها الصراحه كده يا دكتوره هتفهموا الديزاين بتاع الانريتشد. يعني الحته دي بس لو فهمتوها هتفهموا الديزاين بتاع الانريتشد الار دي تي اللي شرحناه ازاي ضل اصلا. يعني ازاي ضل وازاي خلى الدكاتره يفتكروا الادويه دي مود ستابلايزر وهي مش مود ستابلايزر، لان الديزاين ده زي ما شرحناه في مره بالتفصيل هو بيتست الحته دي بس، بيتست الحته بتاعت الويذرول. واحنا كلنا عارفين ان الحته دي بيحصل فيها مشكله. انتوا عارفين النمبر نيدد تو هارب بتاع الويذرول للانتي سايكوتيك قد ايه؟ حد يعرف يعني قد ايه لو سحبت اي انتي سايكوتيك لو سحبته مره واحده ممكن يحصل مشكله؟ يعني ممكن يحصل ويذرول سيمتوم حتى لو هيدك، لان طبعا الويذرول سيمتومز ليها رينج كبير. هي طبعا دكتوره نيره بتتكلم في الفليرنج بتاع الويذرول سيمتومز اللي هي وصلت لريباوند سايكوزز او سوبر سنسيتيفيتي او كيميكال او توكسيك، ليها اسامي بالهبل وفي ناس بيسموها انتي كولينرجيك سايكوزز. قد ايه النمبر نيد تو هارد؟ ما مش كل الناس جونيورز، في ناس سينيورز قاعدين. يعني ايه نمبر نيد تو هارد؟ يعني من كل كم واحد هيوقف الدواء مره واحده ممكن يحصل له مشكله؟ حد يعرف؟ طب الرقم ده المفروض يبقى كبير ولا صغير مع الانتي سايكوتيك؟ لا صغير طبعا، صغير ده صغير جدا. ثلاثة. عارفين يعني ايه؟ يعني من كل ثلاث عيانين هيوقفوا انسى كوتك مره واحده واحد هيحصل له مشكله. انتوا متخيلين حجم المشكله اللي احنا بنتكلم فيها ده قد ايه؟ انتوا متخيلين حجم المشكله؟ يعني من كل ثلاث عيانين هيوقفوا الدواء مره واحده واحد هيحصل له مشكله، والمشكله دي بقى ايا كان، يجي له بقى هيديك، يجي له سوماتيك بين، يجي له ريباوند سنسيتيفيتي، يجي له انسومنيا، يجي له ريم بيهيفير، زي ما يجي له. عرفتوا بقى الانريتشد ديزاين ده ضل ليه وانفاليد وما ينفعش حد ياخد منه اي معلومه؟ انا شرحنا الكلام ده بالتفصيل، ارجع اقرا اللي هو الراندمايز ديسكونتيشن ترايل. وطبعا الديزاين ده بيتقدم للاف دي وبياخدوا عليه ابروفال زي الحلاوه. الشركه تروح توقف الدواء للعيانين والعيانين ينتكسوا ويتعبوا، والشركه تكون مديه العيانين تانيين والعيانين يبقوا كويسين. سبحان الله العيانين كويسين، يبقى احنا لازم نكمل عشان الحته دي. ارجعوا لكام لقاء، كان اللقاء الثاني اللي قبل اللي فات، مش هنقدر نشرحها ثاني مستحيل. اللي احنا ناقشنا ليه الانتي سايكوتيك مش مود ستابلايزر. اتفضلي. فلو حصل السوبر سنسيتيفيتي سايكوزس او الريباوند سايكوزس ده هيكون في الاغلب بعد 2 تو 3 ويكس بعد الكونتينيويشن، وساعتها في الاغلب هحتاج ان انا ريستارت الانتي سايكوتيك تاني لان هو ملوش حل تاني. حتى لو بديفرنت دوز، لان على حسب الموقف. اصل انت ممكن تكوني موقفه الانتي سايكوتيك في موقف صعب شويه او كده. طيب تالت حاجة الموفمنت ديس اوردر، انه ممكن بعد ما وقف الانتي سايكوتيك يحصل منه ديسكاينيزياز او اي موفمنت ديس اوردر تاني، وده في الغالب هيكون بعد اسبوعين لاربع اسابيع. ودي بقى حاجة محتاجين ناخد بالنا منها في ايه، في ان انا لو بعمل كروس تابرنج مثلا، انا بوقف دواء وبدخل دواء جديد،
فانا اقول او ري اتريبيوت السيمتومز دي للدواء الجديد بالظبط. افتكر النيورولف ان انا فاكر ان العيان ده جاله اي بي اس مثلا من الدواء الجديد اللي انا ضايفه، مع انه ممكن يكون من الويذدرول بتاع الدواء القديم. فلازم بس اكون واخد بالي ايه الدواء اللي انا بشغال بيه، يعني عشان احنا كده كنا نتكلم عن موفمنت ديس اوردر بالتفصيل فمش هندخل فيها دلوقتي، بس دي مثلا النقطه اللي لازم ناخد بالنا منها. انا احد التفسيرات، واللي طبعا الكلام ده موجود في الجايد لاينز دلوقتي بتاعه امريكان اكاديمي اوف نيورولوجي وموجود في سيستماتيك ريفيو كتير، دي احد التفسيرات ان ليه لما بتحصل تي دي في حوالي اكتر من نص المرضى مش الحل اللي انت توقف الدواء او تقلل الدواء، مش الحل، وان في بعض المرضى لو قللت وقفت الدواء تزيد. ده احد التفسيرات ان بيحصل withdrawal dyskinesia او rebound dyskinesia، ده احد التفسيرات. ولما هنيجي للتي دي هنناقش بالتفصيل الحلول، لان الحل ده هو اضعف واقل حل فيهم، اللي هو الدكاتره ما تعرفش غيره. يعني الدكاتره ما تعرفش عن التي دي غير اول ما تحصل قلل الدواء. الحل ده اولا ضعيف جدا، حل مش مدروس، حل حاليا مش موجود في الجايد لاينز، واحد المشاكل اللي بيعملها الحركه دي، اللي انت اول ما بتشيل الدوبامين انتاجونست مره واحده يبتدي يحصل rebound dyskinesia. عادة يعني اللي بنعمله يا إما هنريستورت الأنتي سايكوتيك تاني وأعمل تابرينج بقى جراديوال، يا إما هزود أنتي إي بي أس أو أنتي كولينرجيك. مش بتقول حبيبنا بالظبط. طيب في يعني الحمد لله اللي هو ده متوفر، اللي لما بينقص بنتبهدل. طيب بريكوشنز كده للسكند جينيريشن، في حاجات هنكون اوريدي اتكلمنا فيها، يعني مثلا ان السكند جينيريشن في الاولد في الالدرلي بيشنت اللي عندهم الزهايمر بنزودوا الريسك بتاع يعني بيبقى ليهم فيتال ايفكت، فدي من الحاجات لازم ناخد بالنا منها. اتكلمنا فيها كتير قبل كده. الديسفيجيا والاسبيريشن برضو في عيانين الالزهايمر، يعني زي ما اتكلمنا برضو المره اللي فاتت الكلوزابين، ان السيالوريا اللي بيعملها ممكن تزود الريسك في اسبيريشن خصوصا في عيان ماشي. كبير بقى كده لو حبينا نتفلسف شويه، اديني كده ميكانيزمات الاسبيريشن نمونيا مع الانتي سايكوتيك، تعرفي ايه مثلا؟ احنا قلنا هنتفلسف بره، احنا قلنا السيالوريا المره اللي فاتت، واحده منهم السيالوريا ودي الدرولينج، وده بيحصل مع مين تاني غير الكلوزابين؟ الحاجات اللي الاسبريدول مشهور مع الدرول. ماشي، ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يعمل اسبيريشن نمونيا؟ ابر ايروي ريلاكسيشن، وده بيحصل مع ايه مثلا؟ مع الكوتابي. ماشي، ايه تاني؟ الاسينابين كان بيعمل كان بيعمل ايه؟ سينابين كان بيعمل صعب صح؟ ايه تاني ممكن يعمل اسبيريشن نمونيا؟ الويت جين. الويت جين هيخلي الابر ايروي يعني نارور شويه، وده يخلي السكريشن والاكسكريشن اصعب. ايه تاني؟ الدستونيا نفسها لو اي بي اس، يعني الجلوكوز انتولرانس او الانسولين ريزيستنس، ده بيوقع المناعه صح؟ يعني مقاومة الانسولين احد اعراض مقاومة الانسولين الريكرنت انفكشن. فبرضك نعرف نتفلسف فيها. فالاسبيريشن نمونيا هي حاجة مهمة مع الانتسيكوتيك بالذات في مين؟ مسنين. وطبعا الكارديو فاسكولار ديزيزز، يعني يمكن كانت في زي ما اتكلمنا في الفيرست جينيريشن اكتر، بس طبعا السكند جينيريشن بسبب الميتابوليك سايد افكتس بتاعتها ممكن تعمل لي المشكلة. ولازم اشوف اذا كان العيان ده عنده ريسك، سواء بقى فاميلي هيستوري او هو سموكر او هو عنده اصلا مشكله هايبرتنشن ديسليبيديميا، فكل الحاجات دي لازم اكون واخد بالي منها. اتكلمنا عنها كتير في الميتابوليك ادفيرس ايفكت. فاميلي هيستوري عدينا عليه وقلنا اهم واحد تعرفه في الفاميلي هيستوري للكارديو فاسكولار الميتابوليك، وجود الريسك اني ريسك هو اللي يزود الكارديو فاسكولار سايد افكت. يعني الفاميلي هيستوري اقوى، احنا قلنا الكارديو فاسكولار ريسك ولا في الميتابوليك؟ قلنا الميتابوليك. الميتابوليك طبعا 80% منهم فاميلي هيستوري، مش الدواء، عشان ما حدش يتهم الدواء. وده احد اجزاء الرد على سؤالك، اللي تسميه اولانزابين في عينين لو ريسك مش في عين هاي ريسك، لان الاولانزابين في حد ذاته كل الريسك بتاعته مش هتعدي 20%، في 80% عند الجيناتكس، 80% عند الجيناتكس. معناها لازم اخد هيستوري كويس، اللي هو الشيت، يكون العيان مسؤول كويس، اهلك عندهم ايه، عندك ايه، عندك ايه، ويتوزن، يتقاس تحاليله، ما تجيش على واحد اوبيز وديسليبيديميك ووالدته بتتعالج، انا هدي له اولانزابين، ما لقيتش غيره بقى، احتاس حمار مش لاقي غير الاولانزابين، هو اصلا عيان جاي لك بالريسك جاهز. تمام؟ طيب. ففكره الميتابوليك سندروم من الحاجات فعلا الجيناتيك هيستوري فيها بيبقى مهم هو جدا. بالظبط. الجلوكوما برضك على فكره.
ما هي مكتوبه مكتوبه هنا اهي نارو انجل جلوكوما من الحاجات اللي لازم اخد بالي منها، خصوصا مع الحاجات اللي ليها انتي كولينرجيك ايفكت، لانها هتزود لي الانترا اوكيولار بريشر. فساعتها الحته دي في الانتي ديبريسن قلنا هتسالوا الستات الميدل ايج، في حد من قرايبكم الستات اللي في سنكم بيروح لدكتور عيون او بياخدوا قطرات عيون، ولازم تتعود تحول السؤال بتاعك لاسلوب سهل، مش تقول له في حد من قرايبك عنده جلوكوما. يا عم هو خارج من كليه الطب يعرف؟ محدش يعرف يعني ايه جلوكوما. هي يا اما اسمها ميه زرقاء، يا اما في دول مثلا في السعوديه بيسموها السويرك عشان بيسرق البصر، يا اما يقول لك انا باخد قطرات. لازم تتصرف. يعني يعني احد الحاجات اللي بتميز الدكتور السايكاتري اللي هو بيشتغل على الكوميونيكيشن بتاعه. احنا بنشوف ناس هم لسه بيتكلموا المرضى بيقولوا كلام غريب، عندك اعراض جسديه تحس اللي هو مترجم الكتاب سوماتيك سيمتومز، كانه دخل على الموقع بتاع الاي سي دي 11 اللي هو الدبليو اتش او راح نحولها بيتكلم العيان في ايه يا عم. فاحد اللي بيتميز الدكتور السايكاتري هو ما بيبقاش بوكش، اللي هو يقدر يحاول الكوميونيكيشن بتاعه لطريقه سهله مع العيانين، لان الموضوع ده يفرق. تمام. واحنا قلنا اغلب الليبلز بتطلب من الدكتور يعمل اوفتالميك تشيك على المريض مره في السنه، الانتي سايكوتيك بالذات واللي منصوص عليه صراحه الكتابين اللي الناس بتلعب بيه لعب، لازم مره العيان ده يروح لدكتور عيون مره في السنه. تمام. اتفضل. والحاجه الثانيه اللي هي الريسك اوف ايبيليبسي، ان هو زي ما قلنا قبل كده ان هم بيقللوا السيجر ثريشولد، فبالتالي مثلا الكلوزابين الارقام اللي بتزيد عن 600 ملي جرام ساعتها ممكن نحتاج اصلا معاه انتي ايبيليبتيك. فلو حد عنده سيجر يعني في حاجات تفاداها. احسن انتي ايبيليبتيك نكتبه ايه يا دكتوره نيره؟ قلنا لاموتريجين صح. ومين ثاني ينفع؟ اسوء واحد طبعا الدكاكين. جاما بنتين كويس. مين تاني؟ توبيراميت. توبيراميت كويس. مين تاني؟ اوكس كاربازيفين كويس. اسوأ واحد الفالبرويت. ليه؟ مايوكاردايتس طبعا والميتابوليك. يبقى رقم واحد لاموتريجين، رقم اثنين جاما بنتين، توبيراميت، ليفيتيراسيتام، اوكس كاربازيفين. انت حسب تقييمك للحاله وانت اختياراتك ايه، لان ممكن انت في حاجه عايز تاخد لها حاجه، في مثلا مريض صاب السنس، في مريض فيه هيديك، في مريض، هتقدر تختار. من الحاجات التانية اللي محتاجة اخد بالي منها، العيان ده مثلا عنده هاي ريسك اوف سويسايد ولا لا، فممكن الكلوزابين مثلا يبقى هنا حاجة يعني ايجنت كويس، لان هو اصلا ليه انتي سويسايدال انديكيشن. والاي ام اولانزابين من الحاجات اللي لازم. الحتة دي حلوة، الحتة دي حلوة. عادي يا دكتور، لغاية قريب وانا كنت من الناس دي، لغاية قريب كنا بنقول الكلوزابين انتي سويسايدال في عيني سكيزوفرينيا بس، لغاية السنة دي بدأ يطلع كلام كتير من كذا حتة ان هو انتي سوسايدال في كذا حاجه، سواء حتى في المود او حتى في البرسوناليتي. مش معنى كده اللي احنا هنكتبه في المود والبرسوناليتي، دي قصه تانية، بس الشاهد ان الانتي سوسايدال افكت بتاع الكلوزابين حاليا في 2024 اهو بقى في ادله وثابت ان هو مدروس في مرضى تانيين. يعني اتدرس في عينين مود، اتدرس في عينين بيرسوناليتي زي البوردر لاين، اتدرس في عينين الديفلوبمنتال زي في الاطفال، وبقى في كلام حاليا من كذا ريفيو ومن ابحاث صغيره ومن كيس سيريز كتيره ان الانتي سوسايدال افكت بتاع الكلوزابين موجود في العيانين النون سكيزوفرينيك. فدي معلومه جديده، يعني ده ابديت مش هتلاقيه في الكتاب ده، يعني ده حتى ابديت فدوروا عليه. طب هل احنا هنكتب بقى في العيانين مود؟ دي قصه ثانيه، دي قصه نقعد نتكلم فيها، لان ده هيبقى ده السينيور ديسيجن، ده حد هياخد ديسيجن. لكن احنا بنعلم الناس الستاندرد اوف كير ان الكلوزابين بيستخدم في التريتمنت ريزيستنس سكيزوفرينيا، ده الستاندرد اوف كير، ده اللي كلكم لازم تتعلموه. لكن الكلوزابين ممكن يستخدم في ايه تاني؟ ده عايز سينيور ليفل في الكونسلتيشن، وان حد ياسسه ويشوف هيعمل ايه، لان طبعا الكلوزابين ده هاي ريسك ومحتاج متابعه، ده هاي ريسك. لكن المعلومه بتاعت الانتي سوسايدال افكت بتاعه حاليا بقت ثابته في امراض ثانيه. يبقى عندنا كده دوايين انتي سوسايدال، مين؟ ليثيوم وكلوزابين، عشان كده لازم تتعلمهم. وطبعا الدوايين هاي ريسك للاسف، ولو انت دكتور كده يعني الميديكال سكيلز بتاعتك على قدها مش هينفع تقرب من الادويه دي، ولا ده ولا ده، انا بقولها صراحه، ما تجيش جنبهم ادويه الاثنين هاي ريسك ومحتاجين يعني رعايه، ومحتاجين رعايه صحيه فيها تركيز، ومحتاجين اللي انت تكون عامل يعني مواعيد لكل حاجه واخد بالك. واحنا خلصنا الكلوزابين وان شاء الله هيجي لنا الليثيوم مع الدكتوره، وهتلاقي فيه بردك الكلام بالتفصيل يعني.
طيب الحاجات التانية اللي ممكن تبقى في مهمة في البريكوشنز مثلا لو هاخد اي ام اولانزابين، بس احنا اتكلمنا ان هو يعني مش متاح قوي عندنا، بس هو بيعمل هايبوتنشن فلازم اخد بالي من الفيتال داتا واني ما اعملوش ميكسينج يعني او ما اديلوش بنزودايزابين كمان خلال ساعة بعد الاولانزابين لانه هيعمل ريسبيرتوري. البريكوشن ده مع النيورازين الحقن ممكن احتاج البريكوشن ده مع النيورازين. موضوع الساعة ده مهم لان الدراج ليبل نفسه الدراج ليبل نفسه بيحذر، وطبعا كون الشركه في الدراج ليبل تحذر من مشكله زي دي معناه ان هم شافوها كويس في الكنترول داتا، لان انا قلت لكم قبل كده اي شركه في العالم وطبعا بالذات في امريكا لان طبعا هي الشركات هناك اللي بتنتج ادويه بسرعه بترخص بسرعه مش زي بقيه العالم، كون الشركه تحذر من المشكله دي معناه ان هي شافتها بوضوح، لان هم مش ملزمين، ما فيش شركه في العالم ملزمه ان هي تنشر الداتا بتاعتها، يعني هي بتروح تقدم الورق بتاعها والدراسات الـ FDA وتاخد الترخيص وتمشي. ساعات بتنشر لكم حاجات عشان يعني اللي هو البوزيتيف بابليكيشن، لكن انت ما تعرفش ايه اللي عندهم، هم مش ملزمين غير لما تيجي مشكله في المحكمه والمحكمه تلزمهم ينشروا الكلام زي ما حصل مع الباروكسيتين وزي ما حصل مع اللاموترجين وكده. فهنا الدراج ليبل بيقول باللفظ كده ان البارنتلر بنزودايزيبين يعني لو اديتهم اي ام اي في لازم يكونوا مفصولين بساعه عن الاولانزابين، بيقولوا كده. لكن في الريفيوهات والبابليكيشن بيقولوا واي بنزو سواء كان اورال او بارنترال، لان الدراج انتر اكشن ده اللي هو بيبقى هايبوتنسيف مع الاثنين دولت بالذات مدروس، مش مع اي انتي سايكوتيك. كلنا بندي انتي سايكوتيك مع بنزودايزيبين كلنا، وده يعتبر الستاندرد اوف كير وموجود في دراسات كتير وموجود في بعض الجايد لاينز بتاعت الاكيوت اجيتيشن زي في الجايد لاينز بتاعت الورلد فيدريشن سوسايتي موجود فيه الكلام ده. بس مع الاولانزابين بالذات لازم تكون حريص حتى لو اورال، هو ده اللي تاخدوا بالكم منه. في دكاتره عارفين المعلومه دي وبياخدوا بالهم منها، اللي انت لو اديت اولانزابين للعيان البنزو يبقى بعديه بساعه مش الاثنين مع بعض، وده الكلام موجود في الريفيوهات مش في الدراج ليبل. يعني دايما الدراج ليبل العيانين اللي متاخدين في الدراج ليبل العيانين بتوع الفاترينا اللي في الار سي تي احنا بنشوف عيانين اسوأ منهم، فلازم عندك حرص. فالمعلومه دي مهمه، المعلومه دي مهمه لان الناس في جيل طالع يعني مصرف شويه في البنزودازيبين، واحنا هنتكلم على البنزودازيبين هيجي الكلام عليها يعني بالتفصيل. فهنا هنقول حاجتين، اللي انت لو الانتي سايكوتيك اولانزابين تكر، او لو المريض لا قدر الله في سابستنس هتكر اكتر، او لو انت ما تعرفش لان لازم تتعود ان انت تقول ما اعرفش المريض في سابستنس ولا لا، لان ممكن يكون المريض سابستنس اوبيويد، بل كمان بقى اجيب لك اللي اصعب منها، مش مريض سابستنس اوبيويد لا، ده انت بترد في قسم او بترد في عيان كانسر ومعروف اللي هو بياخد اوبيويد، ولما هتشتغل في فاسيلتي كبيره وتتجف الليزون هتتعامل مع عينيك كانسر اللي بياخدوا الاوبيويد، وهنا لازم تاخد بالك لان هو اصلا ماشي على اوبيويد وانت ما ينفعش تيجي جنبه ببنزو، لان الريسبيراتوري فيلير هيبقى بشع ساعتها، مش بسبب البنزو، بسبب السينرجيستك افكت بتاع الاثنين مع بعض. نعم نفس الكلام ماشي، بس ادي ساعه او ناوي تدي بنت. السؤال ده حلو يا جماعه، مهم بتاع الدكتوره ساره، السؤال ده مهم. هي بتقول الفيلو تاب في نفس التحذير، لو اديت فيلو تاب افصل ساعه قبل او بعد عن البنت، يا اما الموقف لو حصل مش انت اللي عملتيه وممكن مثلا نائب جونيور معاك عمله او مستشفى تاني عملته هتضطري تعملي مونيتور اللي العين ده يتحط هنا جنبي والضغط يتقاس مثلا كل نص ساعه لمده ساعتين لغايه ما نشوف، لان ده الستاندرد. انتي سايكوتيك بنزو ده الستاندرد، انتي سايكوتيك بنزو ده الستاندرد بتاع الكير، بس ما عدا الاثنين دول كلنا بنعمل كده، ما احنا قلنا كلنا بنعمل كده. هو في حد ما بيديش انتي سايكوتيك بنزو هالو بريدول ميدازول هالو بريدول ده الحاجات دي مدروسه مثلا، ده الستاندرد اوف كير بتاع السايكوتيك اجيتيشن، ما انا قلت محمد دكتور فيه وموجود في جايد لاينز الكلام ده زي الورلد فيدريشن. اتفضلي.
هيكلمنا هنا كمان عن الرابيد اليمينيشن اوف كلوزابين وكوتايبين بالذات، هم من اكتر الحاجات اللي الابربت ديسكونتينيوشن بتاعهم بيعمل لك ايرلي وسيفير ريلابس. فاهمه طبعا ليه بالظبط. الكوتايبين اي ار ممكن يكون ستريت دراج وبيبقى ابيوزد ساعات كتير زي ما دكتور احمد قال قبل كده بالظبط، فلازم برضو نكون واخدين بالنا احنا بنديه لمين يعني. توكسيستي بقى يعني هو مش حاجه كومن برضو في التوكسيستي، يعني اعتقد التوكسيستي في الليثيوم هنتكلم عليها كتير، بس هو عموما وبعدين هو لو حصل لنا حاجه طبعا يبقى عندك لازم في جاستريك لافاج، هتبعته في حته جاستريك لافاج، ما يكونش خمس مرات قد الجرعه، اعلى جرعه من الثيرابيوتيك، يعني كلها حاجات سهله. هتبص على الهارت ريت، يعني الحاجات دي تقروها، الحاجات دي تقروها. اللاب مونيتورنج احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت في الكلوزابين بالظبط، لكن هو هنا مثلا بيقول لنا ان الاولانزابين من الحاجات اللي الفايتال ساينز مهمه فيها جدا بسبب الهايبوتنشن والريسبيراتوري ديبريشن اللي ممكن يحصل. يعني متصنف في المعهد بتاع اللي بيصنف الهاي ريسك ميديكيشن، واحد من الهاي ريسك ميديكيشن، بس تبقوا عارفين كده. انت لو شغال في مستشفى فيها جوده هيبقى متعلق لك يافطه بالهاي ريسك ميديكيشن، واحد منهم الاولانزابين، وهو دواء من ادويه الريمس في امريكا. لو انتوا عارفين ادويه الريمس اللي هي اللي انت تروح تاخد دوره قبل ما تكتب الدواء، الاولانزابين من الريمس، الكلوزابين من الريمس، فطبعا الناس بتلعب بالحاجات دي مش فاهمه. الاولانزابين هاي ريسك ميديكيشن تمام. حاجه زي الكوتايبين ممكن تعمل لي فولس بوزيتيف ميثادون، يعني معلومه. الزبراسيدون ممكن يعمل لي الكترولايت ديستربنسز. فولس بوزيتيف هتلاقي يا اما في كتب الادكشن، يعني في جدول من الاسام مشهور في الكلام ده، يا اما يكون معاك داتابيز محترمه زي الليكسي مثلا، في كل دواء تعرف هو فولس بوزيتيف مع اليورين ولا لا، لان عندنا حاجات كتير فولس بوزيتيف، باروكستين وفيلافاكسين. ان الزبراسيدون بس معاه محتاج مونيتورنج للالكترولايتس، لان هو ممكن يعمل مشكله في البوتاسيوم والمغنيسيوم، فدي من الحاجات اللي خصوصا لو بياخدوا كمان دايوريتكس، فانت ساعتها لازم تكون محرص قوي في الالكترولايتس. اتكلمنا عن الكلوزابين المره اللي فاتت، اتكلم بقى عن البريجننسي. وزي ما دكتور احمد قال لنا في الفيرست جنريشن، هو فكره الكاتيجوريز دي ما بقتش موجوده، وان احنا بنعتمد اكتر على الداتا، الداتا المنتشره اللي هي اتدرست، او الريجسترز اللي بتتاخد من السجلات بالذات من اوروبا. اوروبا كلها دول صغيره والبوبوليشن كله على جهاز كمبيوتر، ازاي امريكا دي قاره وكلها برايفت ومفيش حد عايز يدي معلوماته لحد، فدايما هتلاقي كل الريجستر تجيلنا من اوروبا تمام. لكن عموما احنا عارفين الرولز بتاعتنا في البريجننسي، ان انا دايما هواي الريسك بتاع ان انا اخد الدواء فيرسز ان الريسك اوف نوت تريتنج. يعني الست دي لو ما خدتش الدواء وهي حامل ممكن تجي لها مثلا بوست بارتم سايكوزيس، يعني في ريسك لازم نقيم توقف على حته من المرض كمان. بالظبط. يبقى هي الدخله، خدوا بالكم عشان ايه ما نخشش في تفاصيل عادي شويه يا دكتوره نيره، لما نقول احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس هنعيده تاني. هي الدخله اللي انت لازم تبقى عارف انت واقف في انهي حته من المرض، انت واقف في حته اكيوت ولا بوست اكيوت ولا مينتيننس ولا فريميشن، يعني انت فين، انت في انهي حته عشان تقيم الريسك. ادي نقطه تاني دخله اللي مفيش حاجه سيف، عشان ما تقعدش بقى نغلط الغلطه بتاعه الدواء بتاع البريجننسي والاسئله اللي بنشوفها على النت، يا جماعه الموست سيف في البريجننسي والموست سيف في اللاكتيشن، مفيش حاجه كده، ولا في حاجه سيف في البريجننسي ولا في حاجه سيف في اللاكتيشن. فعلى حسب انت واقف فين هتعرف انت محتاج دواء ولا لا. يعني ندي امثله، لو انا عندي مثلا مريضه نيرا سكيزوفرينيا وستيبل الست بقالها سنتين على الادويه ومفيش اي اكتيفيشن للسيمتومز كويسه وفانكشنج وحملت دلوقتي، قد ايه انت محتاجه ادويه؟ مش هنقول نوقف ولا، بس قد ايه انت محتاجه ادويه؟ نسبه قليله. فانا ممكن اضحي بالدواء 6 7 9 شهور ومش هيجرى حاجه، تقدري او تقللي الجرعه فيري سب ثيرابيوتيك، او يعني ساعتها الدكتوره نيره هتاخد قرارات مختلفه عن واحده جايه لها في اكيوت سكيزوفرينيا دلوقتي وهي حامل داخله مستشفى العباسيه وهي حامل، لا دي هتاخد دواء، هتاخد اي سي تي الاثنين تمام. لا واحده بقى لها 6 شهور كانت في العباسيه من 6 شهور وبعد ما خرجت وتحسنت وبقت كويسه ربنا فتح عليها واتجوزت وحملت، ما ده اللي بيحصل، ده السيناريو اللي انت العيانه اول ما تتحسن امورها بتمشي وحياتها السوشيال بتمشي فبتحمل. فانتوا الموقف ده هتشوفوه كتير، اول ما المرضى يتحسنوا بيحملوا، فهي لسه بوست اكيوت، انت محتاجه دواء ولا لا؟ طبعا محتاجه دواء تمام. فهنا هتيجي الكلام، فيبقى اول دخله اللي انت تبقى تحدد انت في اي حته من عمر المرض ومحدد الريميشن حصل مدته قد ايه عشان تعرف انت تقدر تعدي الحمل بدون ريلابس ولا لا، لان في العيانه ام 6 شهور واللي جاي اكيوت مش هينفع تعدي الحمل بدون، مش هينفع
يعجي لها نوبه في الحمل، يعجي لها نوبه بوست بارتم. لكن في العيانه ام سنتين ستيبل ممكن تعدي حمل بوست بارتم بدون مشكله. فهنا بقى كيجي الكلام اللي جاي بقى. اتفضلي. الكلام بقى اللي بيتكلم الداتا اللي بتقول لنا ايه، بتقول لنا انه انه في تيراتوجينيك ريسك من السكند جنريشن برضو، وان كان يعني ممكن يكون مودريت ريسك. لكن في ستاديز مثلا بتتكلم على ان كان في ميجر مالفورميشنز بنسبه 5.1 في السكند جنريشن، وفي دراسه تانية بتقول انهم لا كانوا 2.5 مقارنه ب كوهورت فاوند ان وان ستادي. يعني احنا بنتكلم من كبار، ما عندناش حاجه سيف، ما عندناش حاجه سيف. يبقى دي الدخله برضك مع الاهالي والست، ما عندناش حاجه سيف، بس المرض ده مور ريسكي. الست دي ممكن تموت او الطفل يموت. فهو احنا بنقول في الانيمال داتا كمان بتقول ان في مودريت ريسك، وانك ممكن يبقى في عندك ريسك اوف مالفورميشنز في الفيرست ترايمستر. فبرضه ايه ناخد بالنا احنا في انهي ترايمستر، يعني انا برضه كل ترايمستر ليه. لا عرفتي تزق الليله شويه لغايه مثلا الثيرد ترايمستر، تزق معاكي مثلا بويكلي فولو اب، مانثلي فولو اب، سايكوثيرابي، اي حاجه لغايه بس ما نخش حتى في الشهر السادس ولا السابع، ده احد الحلول. وبرضه الترايمستر، في ترايمستر مثلا الثاني هتلاقي فيه حاجات الميتابوليك اكتر، يعني هتلاقي بقى الحاجات بتاعه الويت جين وجستيشنال دايابيتس ممكن تحصل في الوقت ده، ودي برضه هيبقى فيها ريسك على الام وعلى الطفل. فهنا محتاجه الفاميلي هيستوري ان الست دي عندها ميتابوليك ريسك ولا لا، لان الناس اللي بيجي لهم جستيشنال دايابيتس عندهم برضك فاميلي هيستوري لمقاومه الانسولين. خصوصا مع الحاجات اللي احنا عارفين انها هاي ريسك للميتابوليك سيمتومز زي الكلوزابين والاولانزابين والكوتايبين، يعني معاهم شويه. يعني كلنا لازم نعترف نحتاج اولانزابين في الحوامل، كلنا. مفيش حد عالج ست حامل ما احتاجش اولانزابين. لان انت عايز دواء افيشنت يشتغل بسرعه وتقدر تشتغل بلو دوز. يعني احنا ممكن بخمسه نكنترول الدنيا. تمام؟ دي حاجة كانت معمولة يعني من كلمنا فيها برضو في الفيرست جنريشن، انه في الـ FDA زودت الـ prescribing information ان كل الانتيسايكوتكس لو اتاخدوا في الثيرد ترايمستر ممكن يعملوا لك symptoms في النيونات، زي feeding problems، زي hypertonia او hypotonia، tremor، respiratory distress، واجيتيشن. فلازم دي لازم تولد في مستشفى ولازم دكتور اطفال او حضانات يشوف الطفل ده، فده تبقى من الرعاية الصحية اللي انت تقدمها او education. اللي دي مش هينفع تولد في البيت ولا في وحده صحيه عاديه، دي هتولد في مستشفى. ومستشفى فيها دكتور اطفال. هنتكلم بقى على كل انديفيدوال دراج، في حاجات هيبقى مش عليها داتا مثلا زي الاسينابين فاحنا مش عارفين بالظبط. الكلوزابين مثلا هنلاقي ليه كذا مشكله، هو مع ان الانيمال داتا بتقول ان هو لو ريسك، بس طبعا احتماليه ان الويت جين واحتماليه الجستيشنال دايابيتس موجوده، فده هيعمل لي هيبقى ريسك على الام والطفل. وان في ريبورتس بتتكلم على ان في 7 حالات كانوا بياخدوا كلوزابين، لا سوري ما كانتش في دي، كانت في البريست فيدنج، انا اسف. بس الفكره ان هو الكلوزابين في الفيتوس كان ساعات ممكن يكون اعلى من عند الام كمان، يعني انا ممكن تكون الام عندها نسبه الكلوزابين معينه لكن الطفل عنده 2-fold مثلا، فدي نسبه عاليه بالظبط، وده ممكن يعمل لي بعد كده مشكله اصلا نيتروبينيا، يعني الطفل ده يتولد عنده نيتروبينيا، فبالتالي المونيتورنج ساعتها هيكون مهم جدا. ده مش هيبقى شغلنا، هيبقى شغل حد تاني معانا، بس انت هتوجه بس اللي انت الطفل ده محتاج تعرض اطفال او حضانات. تمام. الايلوبيريدون برده ما عليهوش داتا، يعني بس بيقولوا انيمال مودريت ريسك. اللوراسيدون برده ما فيش قوي داتا عليه، بس ان كان قالوا ان في اي بي اس وذرول، مش هتلاقي معلومات عنه. الاولانزابين بقى اللي كلنا بنحتاجه. الاولانزابين بيبقى قايلين برضو ان هو لو ريسك، واحنا فعلا بنستخدمه، وان كان برضو الميتابوليك سايد افكت دي بالنسبه لنا هيكون بيردن شويه، وساعتها بننزل بالجرعه. هي دي اللي كان فيها بالظبط، هي دي اللي كان فيها كان في بريليمري ستادي كانت في 7 بريجننسي كانت الامهات دي بتاخد اولانزابين، وساعتها كان اولا الدواء بيوصل بنسبه تقريبا 72% منه، فده نسبه كبيره، يعني اكتر من 3 أو 3/4 الدواء تقريبا بيوصل للفيتوس. وكان الاوتكم بقى كانوا ان في 2 نورمال بيرسز عادي، في واحده نيونيتال دس وبسبب كارديو فاسكولار ديفكت، و3 ثيرابيوتيك ابورشن، 1 سبونتينيوس ابورشن. هل الاولانزابين هو السبب؟ احنا مش عارفين. دايما تلاحظوا في علم المشاكل، ما عندناش غير معلومات اوبزرفيشن، ممنوع حد يعمل راندمايزيشن، ممنوع، ده ان ايثيكال.
ممنوع تجيب ستات حوامل دي اولانزابين والتانيين ياخدوا بلاسي وانت بتهرج. انت اخرك تأبزرف اللي بيحصل ايه. فعشان كده الار سي تي ان ايفيكال في الحالات دي. فما عندكش مصدر للمعلومات غير الاوبزرفيشن او الريجستر اللي هي السجلات اللي بتتاخد من المستشفيات الكبيره. تمام؟ فالاحتمالات احنا زي ما قلنا هي احنا عندنا الداتا وساعتها احنا بنقيس بقى الريسك والبنفيت بتاعت اخدان الدواء، الام دي عامله ازاي، المكان اللي هي فيه دلوقتي في عمر المرض، في عمر المرض بالظبط. الناتشورال هيستوري كنا بنشرحها يوم السبت، هنا تيجي اهميه الحاجات دي. اللي الدكتور اللي فاهم الحاجات دي يبقى عارف الست دي واقفه فين، دي في اول المرض ولا في اخره ولا في ريميشن ولا في ايرلي ريميشن ولا دي في ريلابس ولا في نفس الابيسود. تمام؟ الباليبريدون ما فيش عليه قوي داتا، والكوتايبين بقى يعني في ليميتد هيومن داتا، بس الانيمال داتا بتقول ان في ريسك، وانه ممكن يكون في ريسك في السكيليتال ديفلوبمنت، وانه ممكن لو هو خد يعني لو هو خد الكورسبوندينج اباف ذا كورسبوندينج ماكسيمم هيومن دوز. بس برضو في الهيومنز ما فيش داتا كتير، وان كان برضو هو هيعمل لي الميتابوليك سايد افكتس بسبب وخصوصا ان هو بيوصل للماتيرنال كوتايبين. واحنا اتكلمنا في الفيرست جينيشن قلنا اخوه، ما هو ده اللي لابس بدله وشيك بتاع مين؟ كلوبرومازين. فاخوه القديم او اخوه الكبير هيقدم لك اكتر منه، فساعتها ما تستخدمش كوتايبين، استخدم كلوبرومازين، لان انت ولا هتعرف تكنترول سايكوزز وجرعات صغيره، ولا هتعرف تكنترول مود وجرعات صغيره، فايه اللي هيخليك تاخد كوتايبين؟ عشان سيديشن روح خد الكلوبرومازين مدروس كويس احسن منه والداتا عليه اكتر، ودكاتره النساء حافظينه، دكاتره النساء حافظينه عشان الفوبيتي. ايوه. فساعتها الكوتايبين للاسف حتى مش هيقدم لك اي فايده علاجيه في الحاله دي، يعني هتعمل بيه ايه؟ تمام؟ اتفضلي. الريسبيريدون بقى برضو فيه ليميتد هيومن داتا، وممكن يعمل اي بي اس ريفرسبل اي بي اس في النيونيتس، خصوصا لو اتاخد في الثيرد ترايمستر زي ما قلنا. وانه ممكن يعمل لي كمان ديفلوبمنتال سيندروم، بس برضو هنا مش متاكدين هو السبب ولا لا، لانه في الاغلب في الاستاديز اللي كانت بيتكلم عنها كان بيتاخد مع حاجات تانية. يعني مثلا الام اللي جات لها نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم كانت بتاخد هالوبريدول كمان، فمين اللي عمل النيوروليبتيك مالجنانت احنا مش متاكدين. نفس الكلام في حاجات تانية، هتلاقي دايما الدواء بيتاخد مع دواء تاني، فما تقدرش تقول ان الريسبريدول هو السبب، يعني بيبقى في ادويه تانية فممكن تكون هي اللي عامله الريسك ده. فاحنا برضو مش عارفين قوي. الزبروسيدون برضو ليميتد داتا، بس هو ممكن يعمل بوسيبل تراتوجينيك افكت، وان كان في وان ستادي بس كان بياخد معاها سيتالوبرام، وكانش فيه ادفرس افكتس في الام ولا في الانفنت بعد 6 شهور. فبرضو ايه طبعا مش يعني هي كيس واحده وان كيس ستادي، ومش وكان بيتاخد معاها حاجه تانية، فاحنا مش متاكدين برضو الافكت بتاعت الدواء ايه. اللاكتيشن بقى يجي للرضاعة، والرضاعة أصعب من الحمل. ليه بقى الرضاعة أصعب من الحمل؟ حد يقول اقعد استريح. ليه القرار في الرضاعة أصعب من الحمل؟ نقول لها رضاعي ولا لا؟ أصعب. خلينا نجيبها من ناحية المرض. المرض سهل يحصل له فليرنج أب فترة الحمل ولا فترة البوست بارتم؟ بوست بارتم طبعا هي أسوأ. فأنت حتى لو قدرت تعدي فترة الحمل بسلام، فانت جاي للفتره المشتعله ان البوست بارتم سهل يحصل ريلابس فيها. والبوست بارتم في السايكاتري سنه، مش زي بيقول الدي اس ام 4 ولا الاي سي دي 6، سنه. كل الاسوسيشنز في العالم تقول سنه، حتى الاف دي زي ما اتكلمنا في البريكسانولون والزورانولون والحاجات دي كلها مترخصه على مرضى سنه. فانت معاك سنه سهل يحصل ريلابس، ادي اول سبب. ثاني سبب ايه؟ اللي فتره الرضاعه اخطر، هي نسبيا اطول. يعني انت في الحمل ممكن تعرف تعدي تريمستر او التاني بدون دواء، لكن في الرضاعه هتعدي ايه بدون دواء؟ الموضوع داخل فيه كلتشر، يعني اللي قد ايه الست بترضع داخل فيها كلتشر فاريشن. في ناس 4 شهور ويدخلوا اكل، في ناس 6 شهور يدخلوا اكل، في ناس سنه. في قابلنا واحنا في الوحدات الصحيه، قابلنا ناس يقول لك احنا بنعمل زي القران لازم سنتين، لما انا كنت في وحده صحيه في مطروح في ناس كده. فالموضوع فيه كلتشر. فحته اللي انت تتعامل مع واحده بترضع هو موقف اصعب من انت تتعامل مع واحده حامل، عشان تبقوا عارفين. اصعب من ناحيه المرض اللي انت في البوست بارتم
والبوست بارتم ده معرض لفترات النفاس وبعد النفاس ان المرض ينشط تاني، وان انت الفتره اللي هتمانج فيها المشكله اطول. تمام اتفضلي. هيبقى برضو نفس الكلام، فكره الريسك بنفيت يعني دي اول حاجه كده هنتكلم فيها. لكن في اللاكتيشن او في البريست ميلك، هو هنا بقى في كونسنتريشن، يعني اقدر اقول ان نسبه اللبن الدواء في اللبن قد ايه يعني بالظبط. بالظبط ودي بقى حاجه المفروض ان هي اسمها ريليتيف انفنت دوز، بتتحسب يعني غالبا دكاتره النساء والاطفال اللي بيحسبوها. حته اخطر من كده ما بتتكتبش في الكتب. مش عارف انتوا اقعد استريح يا دكتور، انتوا اتعاملتوا مع حد اتعامل مع ست بترضع وبتتعالج وخد باله من الحاجات دي، ولا ما حدش ليه خبره في الحاجات دي؟ اي حاجه ده اللبن نفسه لما طعمه بيتغير الطفل نفسه ما بيرضعش. فاصلا هنخش في مشاكل تانية كمان، يعني مع بعض الادويه اللي بتعمل ميتاليك تيست او بتغير طعم الدواء مثلا زي التجريتول، ولا مثلا في كان الفيلا فاكسين نفس الشيء، الكتابين في نفس الموضوع. فالطفل نفسه او الرضيع بيبتدي يرفض الرضاعه، فبتدي ندخل كمان في مشاكل تانية، ان الام مش عارفه ترضع والطفل رافض الرضاعه، وممكن يحصل ميلك انجورجمنت، وممكن يحصل مشاكل وهي مش عارفه تجيب بوتل فيدنج، او مش قادرين على بوتل فيدنج، او المكان ده ما فيهوش بوتل فيدنج. فدي احد الصعوبات بتاعت مانج الموقف ده، ان انت بيحصل مشكله من حته تانية كمان، مش مساله اللي هي التراتوجينيستي وبس. فانت لازم تبقى حاسب الحسبه كلها، وتفولو اب كمان معدل الرضاعه بتاع الطفل ده ازاي، ان هو بيرضع زي الاول ولا لا. تمام. في فاريشن طبعا في كميه الدواء اللي ممكن توصل في البريست ميلك، يعني هو بيقول لك من 0.1 لحد 11%، فانت عندك نسبه احتمالات كتيره، يعني ممكن ما توصلش بنسبه او توصل بنسبه قليله وممكن توصل بنسبه عاليه. فانت بالتالي هيكون اهم حاجه بالنسبه لك انك تستخدم لوست افكتيف دوز، وانك تشوف البروجرس بتاع الطفل ده عامل ازاي. يعني تبتدي بس دي حته حلوه بتطمنا عادي سلاح كده دكتوره احصائيا، يعني في الاوبزرفيشن دي حته حلوه بتطمنا. حد يعرف ليه لما تلاقي الرينج كبير كده انت تطمن؟ يعني لو كان قال لنا 1% بس كنا نقلق، ولا لما يقول لنا من 0.1 ل 11؟ 0.1 ل 11 معناه ما حدش عارف حاجه، كلنا زي بعض، ما حدش عارف حاجه. حد يعرف موضوع الكونفيدنس انترفال؟ فاهم الكلام ده؟ يا جدعان لازم تتعلموا الحاجات دي، مش هينفع تعيشوا مرحله الجنياره دي كتير، لازم اقف. عايز ثلاثة متبرعين يقولوا لي معاهم فلوس كام وقادرين يقولوا في جيبهم دلوقتي كام، يعني ديسكلوز المعلومة دي، ثلاثة يقولوا في جيبهم كام دلوقتي. عايز ثلاثة يقولوا في جيبه كام دلوقتي، يعني في محفظته أو في جيبه كام فلوس، ويبقى قادر يديسكلوز المعلومة لزمايله. اتفضل مين تاني؟ استنى. عايز ثلاثة محمد وخالد، ماشي بالترتيب. محمد في جيبك فلوس كام دلوقتي؟ 400 او كام؟ يعني اديني رينج 400 او كام. تمام، يبقى محمد 400 ل 500 او كام؟ يعني اديني رينج. انت متاكد 210؟ محمد 210، خالد 300 400. طيب انا في جيبي حوالي 10 او 1000 جنيه كده. تمام، طيب يبقى ده من 400 ل 500، ده 320، ده 300 400. انا من 10 ل 1000. مين اللي مش عارف في جيبه ايه؟ انا، لان وايد رينج بيسموه الوايد كونفيدنس. ايه دي؟ انا ما اعرفش حاجه اصلا، ما حدش عارف حاجه. ده متاكد، ده اداك فيري نارو رينج، قال لك 320، ومحمد وخالد ادوك نارو رينج. فعشان لما تقرا في الكونفيدنس انترفال في الابحاث اللي هي السي اي، هتلاقي الدكتوره مجهزاها في السلايد بتاعتك، انت مجهزه الكلام ده السي اي. لما تلاقي السي اي نارو ومش معديه النال فاليو، تعرف ان الدراسه دي اكدت المعلومه، ان مثلا يقول لك مثلا سي اي مثلا كونفيدنس انترفال مثلا 3 ل 6، لكن مثلا تلاقي كونفيدنس انترفال تاني -2 +3، او عدى عن النال فاليو. طبعا النال فاليو مش لازم تكون صفر، ساعات بتكون 1، ساعات على حسب البحث، يسموها النال استيميت.
معلش انا دخلتكم في تفاصيل بس الحته دي مهمه. فكل ما تلاقي الاستيميشن بتاع المشكله في وايد رينج معنا صاحبه مش عارف حاجه، معنا صاحبه ما عندوش المعلومه. يعني محمد وابراهيم، ابراهيم صح، وخالد عندهم المعلومه، عندهم جود كونفيدنت، هم كونفيدنت في جيبهم كام، لكن احمد مش عارف، احتمال 10 20 300 يعني مش عارف حاجه، اقول لك من 10 ل 1000. ففي وايد انترفال. فهنا لما يديني وايد انترفال في الاوبزرفيشن، معناه الاوبزرفيشن دي ضاله. انت جاي تهزر لما تقول لي انا بلاحظ المشكله دي في 0.1 من البني ادمين من الاطفال الرضع لغايه 11%، انت جاي تهزر بقى، انت جاي تهزر بجد. ان هو واحد من كل 1000 ل 11 واحد في 100 طفل، اللي هو ايه؟ يبقى ما حدش عارف حاجه. يبقى معناه المشكله دي ليها فاكتورز ثانيه عشان تحصل، ليها فاكتورز في الدواء، ليها فاكتورز في الام، ليها فاكتورز في الطفل ده. يبقى اذا يبقى احنا حاليا في مرحله الطب في الوقت اللي احنا واقفين فيه ده ما حدش فاهم المشكله دي، وانا شرحتها لكم مثال عملي. يبقى ده لما بتقرا الرينج بتاع الاستيميشن تقدر تعرف هو قد ايه كونفيدنت وقد ايه يعتمد عليه. طيب في اللاكتيشن احنا بقى هنا عندنا كاتيجوريز، يعني احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الفري جنريشن، ان احنا عندنا حاجه اسمها هيلز لاكتيشن ريسك كاتيجوري، وده بيقسم من L1 ل L5. L1 اللي هو اكسبتد، وL2 اللي هو البنفيت اعلى من الريسك، وL3 اللي هو جيف اونلي اوف ذا بوتنشال بنفيت او توي الريسك. ده موقع باشتراك بس طبعا ليه بدائل مجانيه زي اللاكتميد. ماشي فانت هنا ساعتها هيبقى عندك شويه حاجه تقدر تقول، يعني كاتيجوري تقدر تحكم بيها شويه تقدر تدي الدواء ولا لا. فمثلا الاسينابين هو L3، يعني هديه بس لو البنفيت او توي الريسك، هو اصلا ما عليهوش هيومن داتا كتير زي ما قلنا عشان اللي هو جديد. الكلوزابين برضو هيكون L3، وزي ما احنا قلنا ان هو عنده مشكله انه لو وصل للطفل ممكن يعمل له اجرانيلوسايتوزيس، وممكن يعمل له ليثرجي يكون سيديتنج بالنسبه له. وكان في كيس ريبورت اتكلمت على ان كان في ديلي في السبيتش والديفلوبمنتال مايلستونز في ولد كان او طفل كان اكسبوزد للكلوزابين لمده سنه عن طريق البريست فيدنج. فانت ساعتها يعني هتكون برضو مقلق مع الكلوزابين. يعني المشاكل دي هتيجي ازاي؟ الام صرفت الدواء وما جاتش تاني، عشان برضك لما تقرا تقول لي هو ازاي الدكتور الكافر ادى الدواء سنه؟ هي من الموضوع مش بيجي كده، هو الموضوع بيجي اللي هي جت صرفت الدواء من عندك واختفت، راحت سافرت البلد بتاعتها ولا راحت في حته وقاعده بتصرف ليل نهار وبتاخد. فانت المواقف دي هتقابلوها، هتقابلوها ان واحد تجي لك واحده تقول لك انا حامل خلاص حاولت كمان اسبوعين، وهي بتاخد طول الحمل، خدت كل الادويه، كل الادويه اللي انت خايف منها خدتها. تمام؟ فده بيحصل يعني. فلو حد هياخد كلوزابين وهو بيرضع لازم يكون في طبعا اكسسيف مونيتورنج، يعني عشان الوايت بيسيز. الحاجات التانية اللي هي الجديدة اللي هي الايلوبريدون واللوماتيبرون واللوراسيدون والباليبريدون، الحقيقة كلهم يعني L3، حتى اللوماتيبرون ملوش حتى كاتيجوري لان ما عليهوش داتا، فاغلبهم مش عليهم داتا قوي. بعدين للاسف نتيجة اللي هم الاكسكريشن بتاعهم سريع كلهم واخدين L3 ده معناه ان هم الار اي دي بتاعهم الاكسكريشن في الميلك هيبقى عالي جدا، كاينيتكس جديدة كلها فبتخرج بسرعة. الاولانزابين بقى L2 اللي هو غالبا انه الريسك لايكلي ريموت او ان البنفيت بيكون اعلى من الريسك، وفعلا احنا بنستخدمه في اللاكتيشن يعني ده حقيقي. فهو اكسبتبل فور بريست فيدنج، وان كان برضو لازم نبقى واخدين بالنا من الحاجات ان في ريبورتس كانت بتتكلم على ان الانفنتس دول حصل لهم دايريا، سيديشن، ليثرجي، سليب ديس اوردر، مشاكل موتور. يبقى فايدتك انت كسايكاتريست تتعلم الام اللي لو لاحظت عليه مثلا نوم زياده، لاحظت عليه اسهال، لاحظت عليه حاجات. وطبعا في الحتت اللي فيها سيستم في الويل فيزت دي يعني بدات تتطبق في بعض الوحدات الصحيه، ان الطفل بيزور الوحده الصحيه في اوقات محدده كل شهر مثلا او كل شهرين. ففي الويل فيزت دي لازم لو انت في سيستم تشوف الريماركس على الطفل ده عامله ازاي، تخش تشوف ايه. طبعا احنا احد الحاجات اللي بنخش فيها بلدي نلجا لها اللي ممكن الام تردع الاول وبعد كده ايه تاخد الدواء، او تحول شويه ايه في بوتل عشان البيك، عشان الطفل، لان طبعا الطفل بيرضع في اي وقت، هو مش في ثلاث وجبات زينا يعني، ممكن بعد ما تاخد الدواء عايز يرضع، فممكن ساعتها تعتمد على بوتل في بعض الرضعات، يعني في بعض الرضعات يكون في بوتل
من التخزين بتاعها مش اللي هي اكسبريسنج للتست. اه وطبعا ده لازم حد تاني يعلمك الكلام ده، مش احنا يعني، هتروح لدكاتره متخصصين في الرضاعه ابتدوا يعلموها. لو انت في حته فيها كير وفيها سيستم هتدخل معاك الموضوع، لان في مثلا ان المريض ده يا جماعه انت هتقدم الموضوع كده، المريض ده محتاج الدواء ده فتعاونوا معايا بقى. تمام. فناخد بالنا برضو ان الادفرس افكتس اللي في الانفنت ده ممكن توصل ل 16%، ده رقم عالي، انه ممكن يحصل له سومنولنس، اريتابيليتي، تريمورز، وانسومنيا. فلازم المتابعه ولازم نبقى الام عارفه برضو الكلام ده. طيب الكوتايب ان ال2 برضو يعني المفروض ان هو اكسبتبل فور بريست فيدنج، احسن طبعا من الحمل شويه وساعات بنحتاجه اكتر. وان كان برضو كان في اكسسيف دراوزنس ومايلد نيورو ديفلوبمنتال ديلي في بعض الانفنتس اللي خدوا كوتايبين، بس كان معاه باروكسيتين. فاللي هو مين اللي عمل مش عارفين، بس دي الداتا اللي عندنا يعني. الريسبريدون ال3 فاللي هو برضو لو البنفيت هتوي الريسك فممكن نديه، بس برضو مفيش داتا كتير عليه. مزايا الريسبريدون اللي هو هايبوتنسي، فسهل تستخدمه بجرعه صغيره يعني، سهل تدي واحد مثلا، دي هتبقى الميزه اللي فيه، فانت قادر تستخدمه بجرعه صغيره. الزيبروسيدون ال2 بس برضو ده معتمد على سنجل كيس ستادي، فانا برضو ما اقدرش ان كان فيها ما فيش اوتكمز فيها او نيجاتيف اوتكمز فيها. يا جماعه احنا هنا بنتعلم الطريقه، شايفين الراجل بيفكر ازاي، عشان كده الكتاب ده كتاب كلينيكال، كتاب ثيرابيوتكس. انتوا هو بقى لكم معانا المره الكام اهو، ولا جبنا سيره الريسبتور ولا الرسومات الملونه ولا البتاع ده كله، هو ده اللي انت محتاجه. فالفكره الطريقه اللي انت لما هتكون بتكير مريض او مريضه هتروح تدور على المعلومات دي. الكتاب ده طالع شهر 5 اللي فات، انت بقى هتدور وتجيب المعلومه وتعرف منشور ايه والناس بتقول ايه، فهي دي الطريقه. تمام. طيب احنا كده خلصنا البريجننسي واللاكتيشن، اخر حاجه بقى المفروض الدراج انتر اكشنز. طيب في الدراج انتر اكشنز عارفين ان الانتيكوتكس زي ما قلنا قبل كده، هي يعني احتماليه ان العيان يكون بياخدها مده طويله او فور لايف هتكون عاليه جدا. طبعا. فانه يكون بياخد ادويه تانية ده احتمال كبير جدا. طبعا. فلازم اكون واخد بالي من التفاعلات او الانتر اكشنز، لانه ده هيحصل. جاله عدوى وخد انتي بايوتيك، جاله يو تي اي وخد انتي بايوتيك، مسنين كلهم بياخدوا ادويه سيوله. فلازم اكون واخد بالي كمان من الحاجات اللي يعني ما ينفعش مثلا تبقى كومبايند مع بعض. اول حاجه الاسيتال كولين ستريس انهبيتورز اتكلمنا، هي ليها علاقه برضو بالمورتاليتي، لانه غالبا بتستخدم في عيانين الديمنشيا. فاحنا اتكلمنا قبل كده على ان الانتي سايكوتيك يوز مع عيانين الديمنشيا المده الطويله بيزود المورتاليتي، فدي اول حاجه. الحاجات الادزوربنت مثلا لو عيان بياخد شاركول ناخد بالنا ان ده هيقلل الابزوربشن بتاع الدواء. فالعيانين بياخدوا الادويه دي من ورانا بدون ما يقولوا لنا، زي الكاولينبيكتين والحاجات دي اللي هو الكابكت. فنبقى واخدين بالنا ان هي هتقلل بنسبه كبيره الابزوربشن بتاع الدواء بتاعنا. وممكن كمان في حاجات بنسب من 50 ل 60%، يعني انت فقدت كميه كبيره من جرعه الدواء بسبب الادزوربنس. الاميلينومايميتك دي والحاجات دي روح بقى، بس الحاجات دي مهمه. يعني لما تقول لك ان الاي او سي نزل 65% معناه الدواء بيفيل، اللي هي ايريا اندر ذا كيرف، فدي ده كلام مهم. السي ماكس نفسه لما ينزل اللي هو البيك بتاعت الدواء بتنزل، معناه انت الدواء بيفيل. والمريض ده لما يروح ياخده من وراك الحاجات دي يعني ممكن يعمل لك فيلير في الدواء في خلال شهر وانت مش حاسس. هو مش هيقول لك اصلا، هو مش هيقول لك، هو يروح يجيب اي حاجه للحموضه من الصيدليه وبره طبعا في السوبر ماركت في السي في اس ووال مارت ووال جرين، يروح يشدها من اي حته ويقعد يبلبع فيها. تمام. والحاجات اللي هي زي الكوليسترامين اللي هي بتقلل اصلا الابسوربشن بتاع الليبيد، فهو الدواء هيقع كده كده في الاميلينومايميتك. يعني هو حاجه في دواء اسمه برامليت وراح خد ويت لوزنج سبلمنت، والويت لوزنج سبلمنت فيه الكافيين، فالكافيين عامل دايوريسيس بقى له اكتر من شهر لغايه لما الليثيوم اتعدم وجت في ريلابس. الليثيوم راح خلاص مفيش. الاميلينومايميتك دي ادويه عاده بتقلل الجاستريك امتينج، فهي ممكن تقلل تخلي الدواء يبقى يزود اصلا مشكله الجي اي موتيليتي زي ما اتكلمنا قبل كده، هيزود احتماليه الكونستيبيشن وبالتالي هيزود البروبلمز اللي ممكن تحصل مع الكونستيبيشن اللي اتكلمنا عنها كتير المره اللي فاتت. يعني لو حد حابب، لا احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، حد حابب يرجع لها ارجعوا لها متسجله كويس. ايه الدواء عارفينه؟
الايجيكوزيت اللي هو اسمه ايه، حد يعرف؟ الدوكوزيت السنه، الدوكوزيت السنه. تمام. الانتي اريثمكس يعني احنا اتكلمنا في الكريديبل ميدز انه في ادويه من بتاعتنا في السكند جنريشن هي ليها بوسيبل، يعني الريسك بيبقى اعلى طبعا في الحاجات الفيرست جنريشن اكتر، وان كان الحاجات اللي ليها ريسك الاسينابين، ايلوبريدون، باليبريدون، وزيبريسيدون. فالحاجات دي خليكم فاكرين باليبريدون كاردوتوكس، عشان دي معلومه محدش بياخد باله منها. باليبريدون كاردوتوكس، تمام. فلازم اخد بالي لو هدي حاجه انتي اريثمك. الادويه نفسها الانتي اريثمك اصلا بتزود الادويه بتاعتنا، فلازم اخد بالي ان دي هتزود الكارديو توكسيسيتي، فاكون حذر قوي في الحاجات بتاعه الاريثميا. يعني الاميودارون ده ناس كتير بتاخده، كوردارون طبعا. ماشي. طيب الانتي بايوتكس بقى يعني ليها حوارات، وزي ما احنا عارفين ان العيان سهل جدا يكون هياخد انتي بايوتك لاي سبب، وريسبيراتوري اي حاجه ريسبيراتوري ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن بيدوا على طول انتي بايوتك. بالظبط. فالحاجات بتاعتنا اللي هي زي الماكروليدز مثلا، الكلاريسرو والاريثرومايسين، الحاجات دي برضو ليها كارديو توكسيك افكت، فبرضو لازم ما احطهاش مع الحاجات اللي ليها بوسيبل. هو هيبلغنا ساعتها يعني. احنا بندي التنبيه كده للمرضى بتوعك، بتبلغهم انت لو انا دايما بقول القاعده كده، لو خدت دواء من اي حته اكتر من 5 ايام لازم تبلغ. طب ليه اكتر من 5 ايام؟ عشان اشوف وصل ستيت ستيت ولا لا. انا ممكن يروح بلع كده حاجه معديه كده، خد حبايه رانيتيدين ولا خد مسكن ولا اكتر، 5 ايام لازم تبلغني. تمام، عشان اشوف هنعمل ايه، لان المشاكل هنا بيحصل ايه، نيوروليبتيك مالجنا سيندروم كتير، شفنا نيوروليبتيك هنا. تمام، اتفضلي. الاريثرومايسين مثلا هيقلل الكليرنس بتاع الكوتايبين، فبالتالي الكوتايبين هيفضل موجود عندي فهيعمل لي سايد افكتس. الكينيلونز اللي احنا طبعا السبرو اللي بيستخدم كتير جدا، سبرو فلوكساسين يعني. بالظبط. فبرضه من الحاجات الكارديو توكسيك يعني، الكينيلونز كلهم برضه كارديو توكسيك، فلازم ما اعمل لهمش كومباينيشن. سيروتونين سندروم مع الكلام ده، مع الكينيلونز والانسكين. الادويه دي سيروتونينرجيك كمان، الادويه بتعلي السيروتون. وناخد بالنا ان الادويه السيبروفلوكساسين او الكينيلون زي ما قلنا قبل كده ان في كينيلون انديوسد سايكوزس، هم نفسهم اصلا ليهم سايكوتيك افكت، فلازم اكون واخد بالي لو خدوا انه ممكن العيان يدخل كانه ريلابس. التتراسايكلين كان في ريبورتس اوف موتور وفوكال تكس مع الريسبريدون، يعني لو خدنا الريسبريدون. طيب الانتي كونفولزنس بقى يعني في معلومات كتيره جدا في الجزء ده، سواء انت كتبت مودي ستابلايزر وهل انت هتكتب مودي ستابلايزر مع انتي سايكوتيك؟ طبعا. هو في مودي ستابلايزر بيتكتب من غير انتي سايكوتيك؟ فانت لازم تعرف كل واحده من دول بالتفصيل. اول عين جاي لك بياخده من عند دكتور الصرع او عشان الميجرين، عنده ميجرين. ماشي، اتفضلي. طيب اول معلومه كده نعرفها انه كلوزابين زي ما قلنا بيزود الريسك اوف سيجرز. لو احنا بنتكلم في جرعه اكتر من، لو اقل من 300 ملي جرام بتبقى 1%، لكن لو من 300 ل 600 بتبقى 2.7، ولو اكتر من 600 بتبقى 4.4%، فده رقم كبير، فلازم نكون واخدين بالنا واحنا بناخد الكلوزابين. الادويه بقى الكربامازيبين، الكربامازين زي ما احنا عارفين هو انزيم انديوسر، فبالتالي هو هيكسر الادويه عن طريق ان هو بيشتغل على الانزيم اندكشن. ده ايرلي ولا ديليد؟ ديليد يعني عايز من شهر لشهرين. تمام. فمثلا الكلوزابين ليفلز ريديوسد باي 50% مع الكربامازيبين، زائد اصلا الريسك اوف اجرانيولوسايتوسيس بيزيد لو الاثنين بيتاخدوا مع بعض، فده هيبقى مش احسن كومباينيشن يعني. الاولانزابين قل بنسبه من 36 ل 71%، الكوتايبين قل بنسبه 80% اللي هو اصلا كانه مش موجود. مش موجود ده، ده عليه تحذير واضح في الدراج ليبل بتاع التجريتور اللي هيحصل له فيلينج. لكن مثلا في الاولانزابين ولا ممكن مثلا في الريسبيرو ممكن تزود الجرعه شويه، لكن هنا ما فيش. الاي او سي بتنزل 6 مرات في خلال شهر، ودي مدروسه. الاوكسكاربامازيبين هو يعني برضو ليه انزيم اندكشن بس بنسبه اقل من الكاربامازيبين، فمش بيأثر قوي على الليفلز بتاعه الكلوزابين ولا الاولانزابين ولا الكوتايبين ولا الريسبيريدون. بس برضو فكره الاديتيف بون مارو سبريشن، لان هو برضو هيكون ليه فكره مشكله والهايبوناتريميا مش مكتوبه هنا. لان هو من ابشع الادويه في الاس اي دي اتش. واحنا عندنا ادويه بتعمل اس اي. تمام،
وطبعا فكره الهايبوناتريميا اللي ممكن الهايبو النيوتروبينيا سوري اللي ممكن تحصل بسبب برضو الاوكسكاربامازيبين. فناخد يعني بالنا الاوكسكاربامازيبين مش عايز اتكلم عنه دلوقتي، اتكلم عنه قدام لما نيجي في مود ستابلايزر، بس هو دواء هفق ملوش اي لازمه، بس انت هيجي لك مكتوب من حته ثانيه هتحتاجه. يعني هيجي مكتوب من ميجرين، مكتوب من نيوروباثي، مكتوب من ابيليبسي، هو ليه احترامه، لكن احنا كسايكاتري ملوش رول معانا. تمام. اللاموتريجين بقى حسب الجرعه بتاعته، يعني لو هو اقل من 200 غالبا مش بيأثر قوي على الادويه. كلوزابين مثلا مش بيأثر عليه قوي، ولا بيأثر على الاولانزابين او الريسبريدون. اتقال اغلب مرضانا تحت ال 200، يعني احنا اغلب الجرعه المود ستابلايزر من 75 ل 150، فاحنا مش محتاجين. بس هيجي لك ناس فوق ال 300 فوق ال 400 كمان من الابيليبسي. شو انا عندنا مرضى شفناهم كتير فوق ال 400 بس جاي من دكتور اعصاب اللي كاتبه له، وانا ما اقدرش اوقفه. تمام. وبرضه ناخد بالنا ان السي بي سي بسبب فكره البون مارو ديبريشن برضه، لان هو ممكن الاثنين يعملوا نفس المشكله. ولو اديته مع التجريتول تاخد بالك من الراش مثلا، يعني لو قدام شويه هنشوف كده. التوبيراميت برضه ويك، بيعمل ويك اندكشن وانهبيشن في نفس الوقت، يعني هو في تو انزيم سيستم في جزء. يعني التو سي 9 والتو سي 19 من 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 الانزيم بتاع الانتسايكوتيك، الكلام ده تبقى تقروه. طبعا انتوا عارفين الانتسايكوتيك كلهم في السي 2 دي 6 و2 سي 9 و2 سي 19، لكن 3 اي 4 بعيد شويه على الانتسايكوتيك. الحاجات دي مكتوبه في كتب تقروه، او احسن كتاب كاتب الكلام ده الكتاب بتاع كافير اللي هو بتاع الساج فارماكولوجي، هتعمل لها رسومات وملونه ومش عارف ايه وكده. انت اخرك بتعرف خمسه انزيم اللي هي 3 اي 4 2 سي 9 2 سي 19 2 تي 6 و1 اي 2 بس، شكرا على كده. والباقي ما هم دول بتوع نفس السايكاتري. تمام. التوبيراميت ممكن يقلل الريسبيريدون بس بنسبه قليله، يعني مودست ريدكشن، وفي الغالب مش بيعمل مش كلينيكالي سيجنيفيكانت. يعني ما كانش فيه برضو تشينجز على الكلوزابين ولا على النور كلوزابين ولا على الاولانزابين ولا على الريسبيريدون، فيعني الافكتس بتبقى الى حد ما مفيش تشينجز، بس لو الدوزز اكتر من 400 مش عارفين بقى ممكن يعمل ايه، يعني هل ساعتها هيقلل الادويه مش عارفين. البايراميد كسايكاتريست موجود عندنا في الجايد لاينز على الكحول، ده مهم طبعا. في المود ملوش رول طبعا، وهو هفا ملوش اي رول، ومش مود ستابلايزر، ولكن هيجي لك من دكاتره الاعصاب كتير، هيجي لك من دكاتره الاعصاب كتير بالذات في الميجرين. تاثيره على الانتي سايكوتيك انديوسد ويت جين اخر كوكرين قالت اللي هو انفيشنت. يبقى انت بالنسبه لك لو انت بتستعمل في ديتوكس هتحتاج التوبيراميد، لانه ما زال ما محتفظ بمكانه في الجايد لاينز بتاعت البنج درينكينج، هو من اهم الادويه اللي بتقلل البنج درينكينج. او لو انت هتتعامل مع مرضى جايين من عند الاعصاب، لكن انت ما تكتبوش. وحتى الامريكان بيسموه دوباماكس، انه بيعمل دوبينج للبرين، يعني بيخليك ضال كده ومش فاهم حاجه. الفينتوين والفينوباربيتال طبعا هم برضو انزيم انديوسرز، فهيقللوا الادويه. الليفل بتاع الكلوزابين مثلا بيقل بنسبه 65 ل 85%، فده هيخلي العيان يحصل له. وبتتكتب لغايه دلوقتي وهيقول لك دكاتره الاعصاب كتير. فينوبارب والفينيتويل الادويه دي مهمه جدا، وما زالت محتفظه بمكانها العلاجي، وهتشوفها كتير جدا بالذات جراحين الاعصاب ما بيحبوش غير ايبانوتين، لان هو الفيرست تشويس في البوست تروماتيك ابيليبسي. فهو بيقللوا الكلوزابين والكوتايابين، سواء الفينيتوين او الفينوباربيتال، والكلوزابين برضو بيقل مع الفينوباربيتال بنسبه 35%. طيب الفالبرويت مع الكلوزابين في كونفليكتنج انفورميشن، لان هم ممكن يزود وممكن يقلل. فهو عشان كده قلنا هو اختيار سيء اللي انت تحطه مع مين؟ مع الكلوزابين، والسبب اهو. اتفضلي. زائد فكره اللي احنا قلناها قبل كده انكريزنج المايوكاردايتس على العيانين اللي بياخدوا كلوزابين. بالظبط. الباليبريدون كان انكريزد بنسبه 50% مع الفالبرويت بسبب ان هو انزيم انهبيتور، فهيزود الادويه الثانيه. ساعات بتكون مفيده بالظبط، ده انهانسمنت، يعني تدي جرعه صغيره من الباليبريدون. دي الكلام اللي عليه. بعد كده الانتي ديبريسنتس بقى في برضه في احنا اصلا قد ايه؟ مش فاضل لنا يعني هو بس عايزين نخلص الشابتر ده. هو الانتي ديبريسنتس لو خلصت يعني باقي الحاجات في كلام اتقال من الفيرست جنريشن، فممكن نحاول نعديها بسرعه. ماشي اتفضلي. طيب الانتي ديبريسنتس من الحاجات اللي طبعا كومن ان احنا ناخدها مع الانتي سايكوتكس، وزي ما احنا عارفين في حاجات في الاس اس ار ايز مثلا انزيم انهبيتورز زي الفلوكسيتين او الفلوفوكسامين
الحاجات دي ليها انهبيشن على على السيستم بتاع ال 1A2، فبالتالي كلوزابين ساعتها هيزيد بنسبه 41-76%، ودي زي ما دكتور احمد قال ممكن تكون حاجه مفيده، يعني ان انا استغله عشان يزود لي النسبه بتاعته. ده موجود في الجايد لاينز بتاعت الاسكيزوفرينيا اللي تعمل انهانسمنت الانسايكوتيك بالادويه دي، موجود الكلام ده مكتوب. نفس الكلام في الفلوفوكسامين ان هو بيزود الدواء بنسبه 3-11 فولد. البروكسيتين ما كانش معاه، ممكن ما يبقاش معاه تشينج، وممكن يوصل لحد 41% انكريز، فبرضه ايه في رينج كبير. السيرترالين بنسبه 41-76%، وسبب ان يبقى في فيتال اريزميا، او هو يعني احنا مش متاكدين هو كان الكوز ولا لا، بس ده كان ريبورتد انه حصل اريزميا. وطبعا يا جماعه احنا مش هنحفظ غير الحاجات المشهوره او الكبيره زي مثلا فلوفوكسامين وكده، لكن اي حاجه تاني رجعها في اي داتا بيز معاك. لكن طبعا انت تحفظ الحاجات الكبيره زي مثلا تيجريتول مثلا، كوتابين، فلوفوكسامين، انتسايكوتيك، يبقى دي لازم تبقى عينك عليها على طول. يعني هنا الكوتابين مع الفلوفوكسامين انكريز ب 159%، فانت يعني الفلوفوكسامين زود قوي نسبه الكوتابين. الريسبيريدون برضو بيزيد مع الفلوكسيتين ومع البروكسيتين، و بس برضه بيبقى فيه طبعا سايد افكتس، يعني كان في كيسز في جاينيكوماستيا وجالاكتوريا في الريسبيريدون والفلوفوكسامين مع بعض. الاس ان ار ايز الكلوزابين ممكن يزود هما الاثنين بيستخدموا نفس السيستم، فهما الاثنين ممكن يزيدوا لان احنا بنعمل ميتابوليزم بنفس السيستم، فعشان كده هما الاثنين الكلوزابين والفينلافاكسين الاثنين ممكن يزيدوا بسبب الكومبيتيتيف انهيبيشن. الساري او الحاجات اللي هي ترازودون ممكن يبقى فيه اديتيف ادفرس ايفكتس بسبب ان هم ليهم اورثوستاتيك هايبوتنشن زي الانتي سايكوتكس. الحاجات اللي هي السيروتونين موديوليتور زي الفورتروكسيتين ممكن تحسن الدوبامين بلوكيت بتاع الانتي سايكوتيك، وبرضه تزود الريسك اوف سايد ايفكتس. نعدي بسرعه بسرعه، طيب. الحاجات دي محدش بيحفظها. المرتزبين احنا كلنا بنرجع للداتا بيز معانا الحاجات، يعني مثلا بالنسبه لكم لو انت مش هتشتري حاجه يبقى عندك drugs.com هو اللي سارق الداتا بيز بتاعت الليكسي، لو انت هتشتري يبقى اشتري الليكسي او الدايناميت، لكن محدش صادم ميدسكيب لانه سيء جدا. بس مهمه بس المرتزبين ان هو ممكن يزود الابيتايت والسيديشن، فلو انت بتدي مع انتي سايكوتيك يعني ايه تاخد بالك ان العيان ده هيبقى يعني في ميتابوليك بردن عليه كبير. بس ساعات بنكتب المرتزبين بلو دوز عشان كذا حاجه، منها الاكاتيزيا ومنها طبعا النيجاتيف سيمتومز. التراي سايكليك طبعا ليهم الحاجات الانتي كولينرجيك سايد افكتس، فهتبقى هتزود البردن بتاع الانتي كولينرجيك. الانتي كواجولانت كان في كيس ريبورتس في انه الاي ان ار زاد لو الكوتايبن مع الورفرين. في الانتي هايبرتنسيفز في طبعا في حاجات هيبقى ليها اديتيف هايبوتنسيف ايفكت بسبب الادويه بتاعتنا مع الادويه بتاعتنا، وساعات بيكون فارماكو دايناميك مش كاينيتك بس زي الكوتايبين مع الانتي هايبرتنسيف، كفارماكو دايناميك هما الاثنين بيوطوا الضغط ملهاش دعوه بالكاينيتكس، لان ساعات المشاكل بتحصل فارماكو دايناميك، وزي مثلا الاندرال مع الادويه بتاعتنا واحنا بنحتاج الاندرال مع الادويه بتاعتنا عشان الاكاثيزا. بقيه الحاجات هنلاقي دايما انه يا اما هيبقى في ليفلز بتزيد او ليفلز بتقل، يعني او في حاجات ليها نفس الايفكت او عكس الايفكت، يعني كلونيدين مثلا هيبقى الايفكت بتاعه عكس الايفكت بتاعه السكند جينيريشن، فانا كاني بعمل ايفكت وبعمل عكسه في نفس الوقت. حاجات زي في تحذير واضح من الكلونيدين مع انسايكوتيك، عشان لو حد فيكم شغال اطفال الدكاتره بتكتب الكاتابريس للاطفال في الاي دي اتش دي، في تحذير اللي انت تدي الكلونيدين مع انسايكوتيك ما تديش الاثنين مع بعض عشان الالفا 2 انرجي. تمام. بقيه الحاجات يعني اعتقد ممكن تتقري، يمكن المهم نقوله مثلا الليثيوم. الليثيوم اللي كلنا بنحتاجها لازم نقولها، ما حدش بيقدر يكتب ليثيوم من غير انسايكوتيك على الاقل في الاكيوت وممكن البوست اكيوت فيز. اتفضلي. لا الليثيوم مهمه. الفكره ان في الليثيوم احنا هو قايل ان معظم الستاديز بتقول ان هم ممكن يقدروا يستخدموا مع بعض، بس كان في كيسز ان كان في حصل فيها ادفرس ايفكتس، سواء الادفرس ايفكتس دي كانت نيوروتوكسيستي. لازم تخاف من نيوروتوكسيستي ودي للاسف رعب لينا كلنا. اتفضلي.
رغم ان كلنا محتاجين الكومبينيشن ده، بس الكومبينيشن ده ريسكي، لازم نبقى عارفين كده الكومبينيشن ده ريسكي. انتي سايكوتيك ليثيوم ده حاجه ريسكي، خصوصا لو في ريسك فاكتورز معينه ممكن تخوفني من النيوروتوكسيستي اكتر، زي ان العيان يكون في اكيوت مانيا، زي ان العيان يكون عنده اصلا برين دامج او حاجه اورجانيك، انه يكون عنده انفكشن او فيفر او دي هايدريشن او حصل له اي بي اس قبل كده، او بيستخدم هاي دوزز يعني الدوزز الكبيره، فكل الحاجات دي لازم تخوفني من النيوروتوكسيستي. فدي حاجه. تاني حاجه بس واخدين بالنا نتابع فايتال ساينز كويس، ومش اي حاجه تظهر قدامك تقول عليها اي بي اس، لازم تبقى صاحي بس. يعني ما ينفعش مثلا تمدي كوتابين وليثيا والعيان مثلا في اي بي اس تقول اه دي اي بي اس من كوتابين، ماشي حصل نيوروتوكسيستي، فعشان تبقى واخد بالك قبل ما مالجنان سندروم تطلع، سواء سيروتونرجيك سندروم او كده. حاجه بقى ممكن ساعات يستغلوا الليثيوم فيها، هي فكره انه ممكن يعمل ليكوسايتوزس. ففي بعض الاستاديز اتكلمت على انه الكلوزابين انديوزد نيتروبينيا اقدر استخدم فيها ليثيوم عشان يزود الوايت بيسيز، ودي انا شفتها بصراحه المره اللي فاتت ما رضيناش نقولها، بس هي فعلا ثابته وموجوده في ريكومنديشنز كتيره. هتدي حبايه واحده بس، يعني ما بتعديش 400، بتدي 200 يا 300 400 مش اكتر من كده، بتديها عشان تشتغل على سي اس اف اللي هو الكولوني ستيميليتنج فاكتور. الليثيوم من الادويه تشتغل على اللاينج بتاع اللي هو الاريثروبويسيس دوت او الهوموبويس، تشتغل عليه تمام. فدي حاجه ممكن نستغل الليثيوم فيها. طيب نعم، لو انا خلاص اخر معلش بقى الحاجات دي، هو ده سينيور ليفل في الديسيجنز، يعني اللي بياخد القرارات دي مش حد صغير، يعني حد بيبقى عارف بيعمل ايه، يعني مش ده الستاندرد خلاص. يعني احنا مش بنعلم الناس، ده الستاندرد اوف كير. اللي بياخد القرارات دي حد فاهم وعارف هيفولو ازاي، وحد عارف ازاي الفايتال ساينز وكده تمام. في الاوبيويد يعني برضو هيبقى في حاجات اخاف منها في الكارديو توكسيستي. كارديو توكسيستي انتوا عارفين الكارديو توكسيك، ترامادول الناس بتجيلنا واخده من الشارع. السموكينج بقى مهم جدا، خصوصا لو العيان وقف السموكينج، لان تحذير على التوقيف مع الاولانزابين ومع كلوزابين هيحصل ايه؟ توكسيستي. فهنا اتكلم على انه العيانين اللي بيستوب سموكينج الانتيسايكوتكس طبعا هتزيد جدا. هو مش معناه ان احنا مش هنقول له بطل، بس بطل من خلال دكتور، بطل من خلال سيستم، بطل من خلال رعايه صحيه، مش مع نفسك. او هو دخل القسم والدكتور مش واخد باله ان السجاير قلت وبيدي نفس الجرعات بالظبط. يعني هو الرقم هنا حتى اللي قايله في الكلوزابين، انه الكلوزابين زاد بنسبه من 72 ل 261%، يعني انت اضعاف الكلوزابين، فسهل جدا يحصل توكسيستي. والاولانزابين نفس الكلام، فالحاجات دي لازم يعني ايه لو العيان هيوقف يعني نبقى متابعينه بس. او لو دخل عندنا القسم ووقف مره واحده وهو بياخد الدواء من بره، انا عارف ان ده هيحصل. بالظبط. شكرا يا دكتوره نهير، انا مش عارف يعني اشكرك ازاي. شكرا. حد عنده سؤال؟ احنا كده خلصنا السكند جنريشن انسايكوتيك. انا اتمنى المره الجايه خالص ثيرد جنريشن، وبعد كده هتنضم لينا الدكتوره في المود ستابيلايزر، وهو من اهم التشابترز انا اظن بيتهقل. يعني لو انا خلصت الانتيسايكوتيك مود ستابيلايزر ممكن اعتزل كده وخلاص، لان بقيه الكتاب هيبقى ثقافي بالنسبه لكم. الحاجات بتاعه الاطفال بصراحه لا، هيتبقى البنزو والحاجات كده كلها سهول اي دي اتش دي طبعا. شكرا دكاتره، شكرا لكم. شكرا دكاتره اللي انتوا صبرتوا.